سلام بنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. واليوم ان شاء الله نشارك معكم هذه الحلوه اللي كتجي زوينه البنات، كتجي اكثر من رائعه. ان شاء الله غادي تجربوها، غادي تعجبكم وغتولي معتمده عندكم. هنا حبيباتي كيف ما شفتوا في المقادير، عندي كاس ديال الزنجلان اللي حمرته، زوج البيضات، زوج كيسان ديال الزيت، نص كاس ديال السنيده. سنيده درت نص كاس حيت غادي نفندها في سكر كلاصي، طبعا غادي تكون حلوه. عندي شويه ملح، وعندي نص كاس ديال الزبيب كيف ما شفتوا، راه شديتو قطعتو. عندي دقيق تيبقى على حسب الخليط، وعندي خماره 15 غرام، غنخدمنا غير معلقه، يعني الناس دير غير 8 غرام، اللي عندهم خماره 8 غرام يديروا وحده. وعندي صاشيه سكر فاني، ونبداو على بركه الله. كيف ما شفتوا هنا كناخد دوك جوج البيضات، كنزيد عليهم سنيده، وكنبقى كنزيد عليهم مقادير غير بشوي بشوي. من بعد كنزيد الدقيق وتنجمعها، ومن بعد ما غادي نجمعها ان شاء الله نوريكم الشكل ديالها. انا يعني حبيباتي كيف ما شفتوا هذا هو الشكل النهائي ديالها، خاصها تكون على هذا الشكل هذا. وهنا كيف ما شفتوا انا عندي واحد الطابع، تقدروا ديروا الطابع اللي بغيتوا ديروها البنات. هنا درت انا هذا الطابع، بغيت نبدل شويه مولفه نديرها على شكل الطابع ديال الوريده. هنا هذا الطابع، هذا الطابع ديال الثومه، وكيت لكم تقدروا تبدلوا وديروا اي طابع بغيتوا. كناخدها وكنديرها كويرات، كنبقى كنستف فيهم هكا في الطاوه كيف ما شفتوا على هذا الشكل هذا. من بعد ما غادي نعمر هذه الطاوه نرجع معكم باش نصايبوه.
هنا حبيباتي كيف ما شفتو نبدا كندير كيف ما شفتو كناخد الكويره كنحط فوقها الطابع طبعا اللي مرشوش بالدقيق. كي قلت لكم الطابع راه كيبقى لكم الاختيار ديروا اي طابع بغيتو. انا بغيت نبدل واحد شويه كي قلت لكم مالفاس نديرها بطابع اخر يعني لشكل وريضه بغيت نبدل. وصراحه راه جات زوينه البنات بهذا الطابع يعني عطات واحد الديكور اخر من غير اللي احنا متعودين عليه. حبيباتي من بعد ما ساليتها غادي نديها ندخلها الفران من بعد ما نخرجها ان شاء الله نوريها لكم باش تشوفوا الشكل ديالها قبل ما نزينها. هنا حبيباتي كيف ما شفتوا الشكل النهائي ديالها هذا هو اللون ديالها خصها تبقى على هذا الشكل هذا تجي زوينه البنات. زين راه كيبقى لكم الاختيار ما بغيتوش تزينوها ما تزينوهاش. انا هنا غادي ندير لها السكر الثقيل كيف ما شفتوا كندير لها السكر الثقيل كامله بحال هكا على هذا الشكل هذا. بعد ما نزينها ان شاء الله نوريها لكم في طبق التقديم. يا حبيباتي كيف ما شفتوا الشكل النهائي ديالها كتجي زوينه البنات كتجي روعه. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم تردوا عليا الخبر في التعليق تقولوها ليا. شكرا لكم كنبغيكم.